أهلا ومرحبا بكم من جديد. ضلال الأصيل محطات متنوعة ومختلفة، ننقلكم من محطة إلى أخرى ومن موضوع إلى آخر في مساحة النغم الجميل، حضور نغم الطنبور هذا المساء. أرحب بضيوفي داخل الاستوديو، وأرحب بضيف نيابة عنهم الفنان أحمد يوسف والتمام، حبابك عشرة في قناة الشروق ومنورنا في ظلال الأصيل. حبابك حرم يلوف لكرمك يا أستاذ، والله التحية لقناة الشروق حبابك. وخلينا نسألك ببداياتك في أغنى الطنبور 200. والله يا أستاذ بديت عام 2013 بديت الفن. جميل، خلينا ندي قيدومة محبة كده لحن للناس اللي بيشوفونا، نسمعهم شنو؟ حبابنا نسمعهم للفراعنة يقوم يا بتوي. حبابك تفضل. الله يديك العافية. Thank you.
تجيل جوميا الفرعون يجوميا الطويل الشلة يمرح يجوميا الطويل الشلة كتر خيرك ونحن سعيدين بك مرة ثانية. والأغنية دي كلمات منو؟ كلمات الشاعر الأستاذ أحمد الخبيني والله له التحية. نحيوه هنا. ده بيقودنا للسؤال الجاي اللي هو الشعر اللي غنيت لهم، غنيت لهم منو؟ والله أول شاعر له التحية يعني الأستاذ الكبير يوسف إسماعيل عجب، أول شاعر طبعا غنيت لهم. غنيت لهم نعم. وثاني؟ والله طبعا شعراء والتحية لأحمد المحي الكاهلي والتحية للأستاذة سرية أبو النور يوم التحية يعني والتحية للأستاذ وليد ناير البشير لو التحية من هنا يعني. كتبت براك أغنيات ولا هو بيتغني لشعرة ثانية بس؟ للشعر. طيب الألحان؟ الألحان الحاني كلها. كل الأغنيات الحان؟ نعم. جميل. لاحظنا في الفترة الأخيرة انتشار لغنى الطنبور بصورة أكبر من السنوات الفاتت، تفتكر السر شنو يعني في انتشار غنى الطنبور؟ والله يا اخي الطنبور هو اللي بقى موجود في الساحه يعني. هاي بقى موجود في الساحه. هسي حاليا؟ حاليا في الساحه. جميل. تفاعل الناس معك كيف لما تمشي الحفلات والمنتديات الحتات اللي بتغني فيها؟ والله الحمد لله تفاعل معي كويس يعني. طيب. يحبوني شديد يعني والتحيه له وكل الجماهير يعني اللي بيستمع لحديثي والتمام يعني. له التحيه والله بيستمع لي ما بيستمع كل التحيه. نحييهم ونهديهم ونقول نسميهم شنو؟ سميحهم يا سيد العيون كلمات الشاعر الاستاذ السيرة بالنور له التحية. نسمع. العيون
وارجع تجي هذه الرسم. تزيد العيون وتقول لي وينك ولا راح خلال ياخذ بين الليل. شكرا يا والتمام. وخلينا نشوف الناس اللي وقفوا معاك في رحلتك الفنية، منو من الناس اللي ساعدوك لحد ما بقى عندك جماهير وناس بيسمعوك؟ والله يا أخي تحية لله على الأهل برضو وقفت معي شديد يعني، والأخوان كله وقفوا معي يعني في الوسط في لون التحية يعني. في البداية منو من الناس كده شجعوك على أنه تبدأ تخوض التجربة بتاعت الفن دي وتغني سواء كان غنى مسموع أو غنى خاص؟ والله إني يعني أولاد عمامي صديق لي والتحية وصلاح يعني الأخوان أخونا الضوء الهميم فنان طبعا معنا زميلنا لو التحية يعني كلنا وقفنا يعني وقفوا معاه شديد يعني. جميل. طيب بياتوني عرفت بيها كده وبعد ذاك الناس بيجوا يجيبوك في الحفلات؟ والله أنا كنت أصلا قبل ما بعد بديت الفن قبل ما أتعامل مع الشعراء كنت بغني للفنانين يعني التحية لهم عبد الله علي ودار الزين والدحمودي اللي كنت بحبهم يعني شديد يعني بغني لهم لون التحية يعني. يعني انت بديت بالغنى المسموع بعد ذاك نعم. غنيت نعم. غناك الخاص نعم. طيب ده بيقودنا برضو للسؤال الجاي وهو الأغاني اللي انت غنيتها والناس حبوها. أي فنان كده بكون عنده مثلا 5 6 7 أغنيات لكن في أغنية ثابتة في كل حفلة؟ نعم يلا عندي أغنية حقت الشاعر بأول بديت بها يوسف عزمان العيب لو التحية يعني وانا بتقول رندا طبعا دي انا اول سجلتها هي يعني كنت اسمها شنو؟ وانا ترندا رندا؟ رندا نعم. جميل هاي. نسمع رندا ولا محضرين اغنية ثانية؟ والله محضر لها. طيب ناويين تسمعوني شنو؟ لكن ناوي اسمعك ان شاء الله تعال نوريك عن حالي يوم ما غبت من بالي. دي كلمات منو؟ كلمات الشاعر احمد ابو خريس لو التحية يعني. احمد ابو خريس. احمد ابو خريس نسمع. Thank you.
خيرك. ونحن حابين نسأل عن الأغنيات الجديدة، هل في أغنيات لسه ما طلعت للناس؟ الأغنيات اللي ناوي تغنيها في المستقبل، وشنو فكرتك ذاتك لمشروعك ده لقدام يعني؟ عشان ما تبقى فنان عندك فترة محددة وينتهي، لازم يكون بتفكر في بكرة، بتفكر في المستقبل. نعم نعم. مفكر تعمل شنو لقدام في ما يلي موضوع الكونات؟ والله يا أخي ما مفكر أعمل يعني حاجة لغاية، لكن يعني بس يكون دائما يحب أطرب عن الجمهور، يكون بس موجود يكون في الساحة يعني للجمهور. طيب الشعراء مش المفروض تنوع في الشعراء يعني تغني لشعراء من مناطق مختلفة عشان تقدر تصل للناس في المناطق المختلفة من السودان؟ نعم نعم، بتعامل حسب مع شعراء يعني أي شعر دق لي عادي بتعامل معه يعني لو في السودان لو برا السودان. طيب أنت بتشيل القصيدة من الشاعر كيف عشان تغنيها؟ بناء على شنو؟ أي زول بيرسل لك بتغني له، ولا عندك حاجات معينة في القصيدة لا لازم لا تكون فيه؟ حاجات معينة مثلا يعني؟ مثلا يكون أغنية مليانة ليا معنى، أصلا جاري يكون حاجة في كيف ممكن أغنيها، لكن أغنية ساي ما هي أغنية بغنيها. طيب في هل في شعراء تحسها يعني؟ في شعراء أنت غنيت ليهم قبل ما تشوفهم رسلوا لك النص بس و... نعم نعم، لكن الأغنية بس ما حول حاجة. تقرا الكلام وتحس انه هاي حسيت اصلا هي جايه معي بغنيها، لما حسيتها معي جايه بقول ما غير. طيب المراحل تلحين الاغنيه قبل ما تغنيها، هل بتقعدوا مع بعض انت والشاعر والزول اللي بنفذ ليك هسه في الكبورت ليه والتحيه وباقي اصحابك، تقعدوا تسمعوا تجربوا اللحن والايقاع وتتفقوا على شكل معين، ولا انت بتجيب اللحن جاهز تقول تعالى اخواننا خلاص نعمل بروفه؟ نعم والله يا اخي مرات يكون يعني أقعد مع الأخوان مع الأصحاب يعني نشوف الأغنية، لو الحين جاء تمام، لو ما جاء بدون فيها رأي تاني ممكن أجيها مرة تانية حاجة زي دي. مرات أقعد في البيت برأي يعني أقدر ألحن الأغنية برأي أصلاً تجيب. طيب كالعادة النص لما تأخذه من الشاعر لحد ما تغني وبياخذ معك فترة قدر شنو؟ والله ما بياخذ، احتمال والله أنا يومين كده الأغنية يكون جاهزة. يومين؟ يومين. طيب لحد هسي عدد أغنياتك الخاصة كم أغنية؟ والله بلحق 180 أغنية. 180 أغنية؟ نعم. أنت بدأت تغني لك من سنة؟ لا تقريبا 10 سنة كده. جميل. نعم. 180 أغنية حصيلة بتاع التعامل مع عدد من الشعراء. نعم. أكثر شاعر في مسيرتك غنيت له من؟ والله غنيت ليوسف وأحمد الماحي له التحية يعني. ده أكثر زول. ده أكثر شيء أنا طبعا تعاملت معه. نحن سعيدنا بك الفنان أحمد يوسف ود تمام، مساحة جميلة كانت معك، دي كانت مساحتنا اليوم في ظلال الأصيل اللي تجولنا فيها عبر عدد من المحطات، ابتدرناها بلحن البداية ثم المحطة الأولى مع دكتور أبو بكر يوسف إبراهيم والمحطة الثانية مع الشاعر التسابيح علام، وهذه المحطة التي توقفنا فيها مع نغم الطنبور مع الشاعر أحمد يوسف ود تمام، وسياحة في أغنية الطنبور مع أنغام مختلفة. غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد، نختم بلحن من والتمام. نختم ليلة بشنو؟ كلمة الشاعر يوسف العيوب. نسمع يوم تحياتي.